السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا تمسك الطير تشوف الحين هنا يطبع مثل الأبيض، تشوف شيء أبيض هنا تقل غبار، ترى طبيعي لا تخاف، مو هو بشيء، هذا طبيعي جدا إذا لقيته بالطير. هذه وش السبب؟ الريش فيها شمع، الشمع إذا صار يابس يتقشر ثم يصير كأنه تراب، فأحيانا إذا طلع ورفرف يطلع زي غبار، وأحيانا إذا ضميته وشفت بالملابس تشوف زي كذا، تشوفوا هنا هذا طبيعي لا تخاف، ترى الأمور طيبة جدا.